حتما لن تصدق وأنت تسلك هذا الطريق ذا المنعرجات المختلفة الأشكال والأنواع للمرة الأولى بأنه يقود نحو تجمع سكاني كبير يقع وسط هذه الغابات ببلدية الولجب البلوط أقصى غربي يسكيكدا، لأن طريق الموت هذا كما يسميه السكان هنا كان مسرحا للكثير من الحوادث المؤلمة. كلش الطرقات راكم جيتوا على الطريق وشفتوا الطريق هذاك في السنوات اللي فات درنا شكاوي للولايه درنا منها وحتى سماوه الناس بطريق الموت وشتيوه طريق موت صح. مرا حامل ويلا واحد كرافه في الطريق اكثر من ثلاثه ديما هنا في الطريق يطيح قاوي المرض على كل حال ونسى الحوامل مات هنا هاي مرت السيده هنا مات بالحمل هنا. الولايه تاعنا رانا ولينا ما ننتميوش ليها نظرا لصعوب الطريق اللي شفتيها منا نكريو نروحوا للميليه ب 100000 ولا 150000 في الليل 200000 ما يديكش صرا ديجا سبق وانه عندنا طفل مات هنايا من سبب بعد من المستشفى. عندما تسمع عن قرية اسمها الشعب مضوي يتبادر إلى ذهنك بأنها تعيش نورا على نور، ولكنها في الحقيقة تغرق في الظلام، وإذا كان للحرمان عنوان فإنه حتما في هذا المكان. كلش رانا محرومين من كلش، من الطريق الماء كلش، أولويات كم الشبكة تاع الماء تشوف ما كانش الماء ما عندناش، احنا في عام درك ما كانش الماء. نروحوا نكريوا نروحوا عيط نكري ب 60000 نروح نجيب الحليب للطفل. والله عيط نكري الطوموبيل منا ب 60000 الليل ونروح فيها كانت الدنيا واعره. قال لي نوض على الخمسه تاع الصباح باه يروح يقرا على الثمانيه، لازموا الخمسه تاع الصباح ينوض. يخرج في الليل يرجع في الليل الطفل. لازموا تسمى لازم السلطات تشوف معنا رانا امبوسيبل. مديريه الصحه بولات كيكدا انها تشوف بالاعتبار تحط بالاعتبار انه كاين مرفق صحي الله يبارك الدوله خسرت عليه بالك ملايير كان خسروا ملايير باهي مجرد اطلال يبقوا مجرد اطلال ما كاين لا نديروا مشاريع في البلاد هذه. ان تسمع عنها خير من ان تراها. مثل يصدق للتعبير عن حال هذه القرية المحرومة من أبسط ضروريات الحياة، فلا شيء يدفعك للعودة مرة أخرى إلى هنا سوى هذه الوجوه الطيبة التي يحق لها وفقط الحديث عن مشقة الحياة.